مرحبا، انا زهرة. انا اسمي عماد. انا هلا. ماي نيم از فيلومينا. ام مارتا. اليوم رح نعمله هو الكتير محبوب عندنا في البيت على طريقتي. Today we're going to cook for you بروست تشيكن، كفته بالصينيه المسقعه، تشيكبي سالاد، تشينيز مشروم ريسوتو. بحب استعمل خلطه البهارات الكفته من كنور. Start with a teaspoon of the Knorr which is going to give a fantastic flavor. هذا طبخته اليوم بمطبخ. This is what's cooking in my kitchen today. What's cooking in yours? شو طابخين؟